بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا عاشر سوف نبدأ في وحدة جديدة، هي الوحدة الثالثة عشر. نبدأ في الاستماع كما تعودنا. استمع إلى النص جيدا. أول سؤال يقول لكم: صف شعور الأم بولادة ابنها. كيف بدأ ابنها عند ولادته؟ ما الذي أثار خوف الأم حين بلغ ابنها الشهر السادس من عمره، متى يصبح ابنها عدوانيا؟ ماذا فعلت الأم عندما أخفق معلمو الحضانة في التعامل معه؟ التحسن الذي ظهر على الابن مع التدريب ومرور الوقت. على الأسرة أن تعيش حياة هادئة حتى مع وجود طفل مصاب بالتوحد. لماذا في رأيك؟ الأشخاص ذو الإعاقة أفراد نافعون في المجتمع. أذكر بعض المجالات التي تفوقوا فيها. استمع جيدا إلى النص. قصة أم ابنها مصاب بالتوحد. كان يوم ولادة ابني يوما مشرقا في حياتي، امتزجت فيه دموع صراخ طفلي بدموع فرحي، وأزالت كل الآلام وتعبي. بدا طفلا طبيعيا جميلا جذابا، يأكل وينام. وحين بلغ طفلي الشهر السادس من عمره بدأت أشعر بالقلق وأنا أراقب ساعات نومه تقل بالتدريج. ما الذي يحدث؟ لماذا ازداد بكاء؟ لما لا ينام جيدا؟ أهناك شيء يزعجه؟ ولما أجد جوابا وازداد القلق عندما كنت أبتسم له فلا يظهر أي استجابة. كبر أكثر وها هو يجوب البيت من غرفة إلى غرفة ساعات، وإذا أردت أن أثنيه على الأمر يصبح عدوانيا، ولم يظهر إلى أي اتصال بالآخرين. واقتنعت بأن طفلي الحبيب غير طبيعي. دخل الحضانة في عمر 3 سنوات ونصف، ولم يستطع أحد من المعلمين أن يفهم ماذا يقول أو ماذا يريد، مع أنهم حاولوا جهدهم ففي ذلك. بدأت بجهد شخصي. تعليمه تحسن نوعا ما، فأصبح بإمكاني وتقبيله لسه وتقبيله. علمته بعض الكلمات مثل قطة وبيت وغيرها. إلى هنا استودعتكم الله، في حصة قادمة نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.